مبنيه على اساس تمييز بين اولا ده اطلاق هويه دينيه للدوله، ده انا في حد ذاته ما بفهمه. الدوله كيان اعتباري، المفروض ان كل المواطنين متساويين قدامه ايا كانت انتماءاتهم الدينيه او الحزبيه او راجل او ست، ان لا يتم التمييز بين اي حد يعني ايه على اساس انتماءاته او ارائه او قناعاته او عدم قناعاته. ها تحديدا انت في دوله مدنيه انت بتقيم البني ادم اللي قدامك على اساس كفاءته وعلاقته بالمجتمع مبنيه على اساس هو بيدي ايه للمجتمع، بيدي ايه للناس اللي حواليه وتقدم البلد بتاعته. اما هو بيؤمن بايه، بيصدق بايه، ايه اختياراته في الحياه، دي لا تدخل لا تدخل في تقييمه. يعني ان في تساوي كده بين كل الناس وبعضها. يعني في بعض الناس بتتصور ان مدنية الدولة تعني الغاء الدين، اللي هي حاجة اطلاقا مش دي المطروحة. انت بالعكس هي بتكفل كل البني ادمين حرية العقيدة تحديدا وبضمانات ضمانات انه يقدر يمارس عقيدته بحريه وفي مناخ ما فيهوش تمييز، ما فيهوش عداوات بين الناس وبعضها على اساس هذه على اساس تدينه. الشيء اللي دايما الواحد بيرجع يعني ايه يعني اضطرارا ان ايه بصفتي واحد بيقرا تاريخ يعني ايه بيعيش الحاضر بيقرا الجرايد بيشوف الظاهر، فين انا النهارده شفت دوله بتستمد انا بتكلم على التاريخ بتستمد كيانها من سلطه دينيه تحديدا وكانت قريبه من الناس وكانت قريبه من تطلعات الناس للحريه وللتكافؤ في المجتمع. لما تيجي تمسك تاريخ اوروبا لما كانت الكنيسه مسيطره على الـ على الـ على الـ على الدوله وعلى اسمها، انت بتقرا تاريخ مفزع في عنفه ومفزع في قسوته على البشر وفي انتهاكه لحقوقهم وفي دمويته. يعني ايه حد بيفكر غير العقليه السائده او القناعات السائده في الكنيسه اللي هي بتفرضها الكنيسه في اسمها بيتحرق بتهمه انه ساحر او ساحره. حد بيناهض الحاكم او بيعارض الحاكم مش من منطلق ديني انما من منطلق انه 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 مش عاجبه طريقه ممارسته للحكم الحكم بيتحاكم على اساس انه هنا اصطدم بربنا شخصيا. ها النهارده لما اجي اشوف ها يعني ايه فين النموذج المضيء جدا عشان اجي اقول ان في دوله دينيه النهارده ان كانت في ايران ولا في افغانستان ولا في السودان ولا في يعني الصومال ولا الحتت دي كلها وان طموحات الشعب اللي فيها يعني ايه وتطلعه للحريه وتطلعه لازدهاره كفرد وكجماعه بتتحقق فيها، ده بترتكب جرائم كبرى وانت لا تستطيع ان تعارضها ولا تستطيع، والجرائم دي بترتكب بدعوى ان ربنا قال كده، لا عمر ما ربنا قال لك ان وعمر ما وكلك أو وكل بني آدم إنه يبقى حاكم بأمره. وكمان النهارده أنا لو اصطدمت بهذا الحاكم أنا مش بصطدم بالحاكم أنا بصطدم بربنا شخصيا. فإيه الحالة دي من الرعب ومن السيطرة على دماغة الناس اللي
بتوعدني بيها ها الدولة الدينية دي. طيب هيجي يقول لك احنا عمرنا ما طرحنا ها الدولة الدينية، احنا دولة مدنية تحكم بما امر الله. طب ما كل التشريعات في العالم ها كل التشريعات وكل الدساتير في العالم ها جانب منها مستمد بالتأكيد من قيم انسانية الاديان طرحتها ها. انما لما اجي اقول ان هو دين واحد بس ايا كان ها هو دين واحد بس اللي هستمد منه ومنظومه قيم واحده بس اللي هستمد بيها، في حين ان البشريه ها عبر تطورها قدرت تستخلص ها منظومه كامله ها من القيم الانسانيه والاخلاق الانسانيه ها وقدرت تلاقي صيغه لتشريعها، انا على طول بشم ريحه محاكم التفتيش. ده يعني بالنسبة لي الدولة المدنية تحديدا عشان نرجع للسؤال من أوله، هي إن ما يبقاش في محاكم تفتيش، محدش يقدر يخش جواك عشان يقولك لا أنت قصدك كده ولا أنت، يفتش عن 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 اللي جواك. لا أنا ليا مواقف، المواقف بتاعتي في المجتمع معروفة، الحاكم او الحكومه او النظام بيقمعني، هحتج وبحتج على الحاكم مش محتاج على ربنا. النهارده احنا خدنا ثوره عظيمه يوم 25 يناير بنقول فيها خبز حريه كرامه وانسانيه. الدوله المدنيه هي 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 الانسانيه لغايه النهارده، هي الشكل الوحيد اللي ابتدعته الإنسانية علشان تضمن هذه القيم وحرية. يعني أنا حر في اعتقادي، حرية يعني أنا حر في تشكيل أحزابي، حرية يعني أنا حر في تنظيم نفسي، حرية فأنا حر إن أنا أعيش إزاي وأصيغ حياتي الشخصية بأنهي طريقة. دي منظومة الحريات من غير ما حد يقول لي ها لا انت لازم تعيش بالطريقة دي ومش لازم تعيش بالطريقة دي، انت لازم تنتخب بالطريقة دي وما تنتخبش بالطريقة دي، ها انت لازم يعني ده متهيألي البديهيات بتاعت او لازم تصدق يعني ايه تؤمن بالطريقة دي او ما تؤمنش بالطريقة دي. لما حد بيتدخل ها في حاجة هي من صميم حقوقك ها كبني ادم ويقول لك انت لازم تفكر بالطريقة دي ها ولازم تعيش، احنا دخلنا على طول هنا في عكس الحريه ها. عداله ازاي يبقى في عدل ها وفي نفس الوقت انت في مجتمع بيميز بين ها على اساس ده بينتمي للدين الفلاني وده بينتمي للدين الفلاني، على اساس ده بينتمي ها هل ده راجل ها او ده ست. ما التمييز كمان مش بس اسمها، في تمييز ضد الستات، في تمييز ضد اقليات ما هياش دينيه، اقليات عرقيه في بلد ولا اي حاجه زي كده وبتاع، لا في حاجه اسمها دوله مدنيه دي بتكفل الحقوق متساويه لجميع ها بالظبط بدون اي تمييز بينهم ها.